إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة لتجهيز الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري. وبيسعى إيهاب جلال لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل تحفظهم طريقة اللعب أمام سيراميكا. المنتخب الوطني الأول للرجال الريشة الطايرة فاز على المنتخب الأوغندي بنتيجة 3-0 في مستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة أفريقيا والمقامة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال فترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 37 على التوالي ورقم 195 في تاريخه. الاتحاد المصري للسلاح أعلن تواجد زياد السيسي لاعب منتخب سلاح السيف في المركز الثالث عالمياً والخامس على المستوى الأولمبي، بينما تواجد محمد حمزة في المركز الثالث عالمياً في سلاح الشيش والأول على المستوى الأولمبي. فريق طرابزون سبور حقق فوز مهم على هاتاي سبور بنتيجة 2-0 في الجولة 25 من الدوري التركي. أحرز هدفي طرابزون محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 ويرادي في الدقيقة 77 من عمر المباراة اللي أقيمت امبارح في طرابزون. بيحتل طرابزون المركز الثالث مؤقتا برصيد 40 نقطة، بينما تواجد هاتاي سبور في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري التركي. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن التشكيل المثالي لبطولة كأس آسيا 2023 واللي توج بها المنتخب القطري. ضم التشكيل المثالي لبطولة كأس آسيا 8 لاعبين عرب، منهم 4 بمنتخب قطر ولاعبان بالأردن ولاعب واحد من كل من منتخبات السعودية والعراق، كما تواجد لاعب واحد من إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا. رابطة الدوري القطري أعلنت التشكيل المثالي لشهر ديسمبر الماضي، وجاء حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني ونادي الوكرة القطري ضمن التشكيل الأفضل لشهر ديسمبر. نادي ريال سوسيداد الإسباني أعلن تجديد تعاقده مع النجم الياباني كوبو حتى عام 2029، وده في البيان الرسمي اللي نشره النادي. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لمنة وشاذلي واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة.